كنخدم ونجيب ليهم ما كنفوتهمش بشي حاجه. هما اللي في الاخر لا حولي ولا كان المرايب يسابوا عمرت عليا الدراري ما كانوش كيحملوني هزوا ما نعرف وين زادوا الان لا اخبار لا والو. صافي خرج خويتي من راسي جيت انا كنعيش في الزرقاء من 2005 وانا كنعيش في الزنقه والمراه فرضتني من جراو عليا خلا بقى دات ولادها ما نعرف فين زادت الان. صافي خرجت للزنقه. نعم ما كاين دابا ما عندي لا العائله كلها ما صافي ما كاينش اللي عقل عليا صافي طلع للزنقه. من بعد ما كبرتي عندك شي وليدات؟ عندي زوج دريات ودري وملي وقع المشكل المرا هو تلعب هي العشره فهمتي ما تلاش وتعطينا وقت وقالت لي ما عجبكش خرج خوي البلاد. وملي كنولي نعيش انا في هذه المرحله خرجت خرجت سيمانه ما عطاش انا زدت الاولاد وزادت لا هي ولا الاولاد الان. حاليا فين تتنعس انا وين ايوا مرة كيجيو بعض المحسنين كيشرو لنا الدواء والله ستر الله كيجيبو لنا سمان الحوايج والله يخلف المحسنين وهادشي اللي عطا الله ولدي. المعيشة ديال الزنقة ماشي معيشة معيشة احتقار فهمت احتقار وليدات احتقرنا قليل الناس المحسنين اللي كيقدروا الظروف ديالنا فهمت والشتا والبرد وبنادم هنا بين ناسين الشتا خدام خيط من السما ومغطين بالميكا وما كاينش اللي اتينا بشي قليل بعض المحسنين اللي كيجيبوا لك المانط والحوايج وداكشي ما كيعاود يصور فيا حتى شي واحد منسي العائلة ديالو كلهم نافرين ما كاينش اللي كيعقل عليا وعندي 73 سنة في العمر فهمت يا أخي وكنطلبوا الله لا كاين شي محسنين اللي ينقدونا من هادشي هادشي بزاف والمرض الشتا والبرد الصيف الشتا والصيف وحنا في الزنقة وكاين بعض الخطرات ما كتصيفش ما تاكل كتبقى بالجوع كتفوق وقت الغدا ما كتصيف ما تاكل سير تال العشاء إلا جاب الله شي حاجة ما عندناش ما كان ما نسعاو ما تا شي حاجة. الدريه عندها 27 والدري عنده 36 والدريه واحد عندها شي 21 عام لما عرفهم فين طاروا دابا خمس سنين لما عرفتوش فين زادوا الآن قلت كنعيش أنا في أسفي أسفي صافي ملي هدفت ونولي مسرد تما مع الناس اللي كيعرفوني تما في اسيا وداك الشيء خويت بلاد كيقول لك واحد المثل اللهم كبر غريب ولا شكر خاويه انسي لا الله بغيت خوينا غير فين استقر خويا غير براكه صافي هدفت القومه فيها بغيتها بردك واخا كون فيها جوج مترو غنستقر فيها المعيشة بإذن الله هادشي اللي كنطلب غير بردك نستقر فيها. كنت كنخدم بحري وملي درت داكشي ما بقاش عقالي حتى شي واحد كنخدم ونجيب ليهم ما كنفوتهمش بشي حاجة وملي في الآخر لا حولي ولكن المرايب يسابوا عمرت عليا الدراري ما كانوش كيحملوني هزوا ما نعرف وين زادوا الان لا اخبار لا والو. صافي خرج خويتي من راسي جيت انا كنعيش في الزرقاء يمكن كنا كارين وعايشين بخير كنا حنا في العروبيه ومعاود دخلنا
دخلنا للاسفي كرينا وعايشين فيه وكرير رخيص. كاينين كاينين بارس في ليا كرينا ب 14 ريال في الشهر وعايشين بخير وعايشين واكلين شاربين مرون نجيب لهم. وفي الاخر ما قروش على العوني هزت ولادها من عارفين زادت الان 5 سنين هذه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.